ما زالت هذه التغطية مستمرة معكم مشاهدين الكرام على شاشة التلفزيون المصري وشبكة مراسلين، أجرت العديد من الحوارات واللقاءات حول هذه النسخة من كوب 27. في هذا الإطار وعلى هامش هذه القمة، أجرى مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس لقاء خاصا مع مولين جوزيف رئيس وزارة التيغو وأوبراديكا، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ في شرم الشيخ. Solutions Day، ماذا فعلت الدول وكيف تعاملت الدول الأكثر تأثراً بالسلب من التغيرات المناخية، وهل خرجت كوب 27 بهذه الحلول من المفترض أن تكون من القابلية للتطبيق على أرض الواقع، ولكن ربما أيضاً الدول والجزر الأكثر تأثراً هي من لها الرأي الأعلى في هذه الأمور. معي الآن ضيفي رئيس مجلس وزراء أنتيغو وبربودا تشيرمان، وهو بالطبع رئيس مجلس وزراء جزر أنتيغو وبربودا وأيضا رئيس مجلس وزراء بعض الجزر أو اتحاد بعض الجزر في المحيط الكاريبيني. مستر مينستر مولين جوزيف، يحدثنا عن كيف تأثرت هذه الجزر بالتغيرات المناخية. أولا نشكر سيادتكم لوجودكم معنا للقناة الأولى، شكرا على الفرصة. سنتحدث أولا عن كيف تأثرتم بالتغيرات المناخية أنتم وشعوبكم. دعني أولا أشكر حكومة وشعب مصر على هذا الترتيب العظيم الذي حدث لتسهيل مؤتمر التغير المناخي. أنتيغو وبربودا عانت عبر عقود كثيرة من التغير المناخي، ولقد رأينا أسوأ الأعاصير والتي دمرت كل البنية التحتية والطرق والجسور والمستشفيات والأماكن الرعاية الصحية وكذلك المدارس. لذا فهذه القضايا مهمة جدا. بالإضافة إلى ذلك فإن هناك تعطل كبير حدث للاقتصاد عندما حدثت هذه الأعاصير، انقطع السياح الذين كانوا يتوافدون لزيارة جزرنا وكانوا يأتون إلينا ببعض العوائد، وإذا تدمر أيضا البنية التحتية لدينا. إذا هذا أمر هام جدا، لقد حدث دمار شامل عندنا وهذا يحدث من وقت لآخر، وفي آخر إعصار كان علينا أن نخلي جزيرة بأكملها، وكان هذا في عام 2017، وحتى الآن فإننا نعاني بشكل كبير. إذن هذا يعطيك فكرة عن التأثير الذي نعاني منه من خلال هذه التأثيرات المدمرة. اليوم هو يوم الحلول، هل تعتقد أن هذه الحلول يمكن أن يتم تطبيقها بشكل فعلي؟ حسنا، كوب 27 تم تخصيصه باعتباره كوب التنفيذ، وهذا يعني أن القرارات التي تم قطعت في جلاسكو في كوب 26 يجب إنفاذها، ولقد لاحظنا أن كان هناك بعض التأخير في بعض القرارات الحاسمة حول كوب 26. ومع هذا وبما أننا نقترب من النهاية فإنني أستطيع أن أقول أن الكثير قد تم عمله لتحقيق التقدم الذي تم إحرازه في جلاسكو وتنفيذه وللبناء عليه ولكي ننهي بعض المواضيع المهمة. أتوقع أن أحد القضايا المتعلقة بالتعهدات هي قضايا التمويل وكذلك التعويض عن الخسارة والضرر. كيف تعتقد أن هذا سيتم تطبيقه؟ حسنا، المناقشات تم زيادتها لأننا كان هناك يجب أن يكون هناك قرارات حول تعويض فيما يتعلق بالخسارة والضرر. القرارات تم اتخاذها ولكن يجب أن نتأكد أننا قد أنهينا هذا الأمر فيما يتعلق بكل القضايا، وهذه قضايا مهمة ومعقدة. هي معقدة لأنها قضايا هامة،
ولن نترك الكم دون أن نصل إلى قرارات حول الخسارة والضرر. شكرا لوجودكم معنا على القناة الأولى. هذه أيضا نقطة أخرى في التعامل مع التغيرات المناخية وبعض الجزر التي تتأثر بشكل مباشر من المحيطات وغيرها من التغيرات المناخية التي تمسهم بشكل مباشر وتتعلق أيضا بحياة البشر وكيفية التعامل مع آلية التعويض عن الخسائر وآليات التمويل. نحن الآن في وضع حرج الأيام، يعني أقل من 24 ساعة للوصول لهذه الحلول وآليات تطبيقها على أرض الواقع.